باش نجاوب المواطن بان الاغلبيه منسجمه. طبعا الان هذه حكومه، كاين تعديل حكومي، كاين الاخوه الاعزاء في تجمع الوطن الاحرار التحقوا بالاغلبيه الحكوميه، هناك لجنه مشتركه تضم ممثلين عن كل حزب من اجل تدقيق اولويات البرنامج الحكومي. هذه اللجنه تشتغل بشكل مستمر وبشكل دائم، وحاضرين معنا في البلاطو هنا بعض الممثلين حاضرين في هذه اللجنه، اشرفت على الانتهاء من العمل ديالها. انا ننتظر في الاسبوع القادم ربما غادي تنهي الاشغال ديالها. حنا مكلفين في التقدم الشركي في هذه اللجنه بمقاربه ما هو اجتماعي، اخوان في التجمعات الاحرار بالاقتصادي، موزعين الادوار تتاتا بيناتنا كاحزاب سياسيه. اما البرلمان ماشي غير التنسيق، كاين ما كاينش ولو قانون واحد تقدمنا فيه حنا بشي بتعديل كل واحد بوحده، دائما التعديلات مشتركه دائما. التدخلات في الجلسات العامه اغلبيتها كندخلوا باسم الاغلبيه. اليه التنسيق داخل الاغلبيه في البرلمان كاين على مستوى الخبراء، يعني الاداره ديال الفرق ديالنا ديال الاغلبيه، على مستوى النواب داخل كل لجنه. ثم اليه التنسيق حنا كرؤساء فرق تقريبا نلتقي اسبوعيا ونناقش على مستوى مكتب المجلس. اذا الاليات ديال الاشتغال وديال التنسيق مستمره. علاش؟ باش نقويو التماسك ديال الاغلبيه وفي الاخير تكون قراراتنا ومواقفنا كلنا كان نتبناوها. هذا ما يعنيش انه احيانا ممكن توقع احيانا، ماشي صعب، وكنتداركوه بسرعه وفي اطار واحد الجو ايجابي جدا ديال العمل. اذا سي عبد الله، نرجع معك لوضعيه هذه الاغلبيه اربعه شهور بعد التكوين ديالها، دخول حزب التجمع الوطني الاحرار. شنو حمل مثلا دخول حزب التجمع الوطني الاحرار؟ شنو هي من ديناميه جديده اعطى لهاد الاغلبيه؟ وشنو هو حال التنسيق بين المكونات؟ التجمع الوطني الاحرار ملي دخل حمل معاه كل الخير، جاب الخير لهاد الاغلبيه. ورا خليني نقول بانه كاين الفتره السابقه اللي ما كانش فيها الاحرار في الاغلبيه، شنو كنا كنعيشوا في الاغلبيه؟ كنا كنعيشوا واحد النوع من تعطيل عمليه الاصلاح، السب والقذف واتهام وزراء اللي اليوم كيمشيو كيدعيو رئيس الحكومه وكيدعيو بعض النواب حيت قالوا كلام سياسي، في حين ان امين عام كان كيسب وزراء باسمائهم ومع ذلك مشاش للمحكمه وكانت عرقله من الداخل. بجو الاحرار خليني اعطيك بعض المؤشرات. المؤشر الاول في 10 اكتوبر تشكلت الحكومه، كتعرف شحال من نص تنظيمي، شحال من نص اللي دوزنا دابا؟ غدا ان شاء الله حدود 6 غنكونوا دوزنا 46 نص تشريعي، 4 عاد القوانين التنظيميه. هذاك الشيء اللي كانوا تياخذوا عليكم في السابق ما انه كاين البطء في والحمد لله، ياك غير في 4 شهور قل شي ايام استطعنا نخرجوا 46 نص. 46 نص 4 عاد القوانين التنظيميه. اليوم مع التجمع الوطني الاحرار كنشتغلوا في واحد الاريحيه كبيره، مرتاحين، وكنشتغلوا في اطار اغلبيه. وهذه الاغلبيه هذه اليوم مع الحركه الشعبيه ومع التقدم والاشتراكيه ومع الاحرار كنشتغلوا في واحد الانسجام. ما نعاودش داك الشيء اللي قال السي رشيد ركبان بان الاليات ديال التنسيق كثيره ومتعدده. حنا في البرلمان كنشتغلوا حتى على مستوى الايام الدراسيه، كنحاولوا اننا نديروا ايام دراسيه مشتركه. حتى على مستوى المقترحات القوانين كنحاولوا نديروا مقترحات قوانين مشتركه. حتى على مستوى العمل الدبلوماسي كنحاولوا نديروا اليات باش نشتغلوا مشتركين. اليوم التجمع الوطني الاحرار منين كاين في هذه الحكومه واحد العدد ديال الاوراش اللي عندها طابع اقتصادي، كذلك انها قلت لك جامعهم الخير. اليوم ملي كنشوفوا من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه حتى الاجتماعيه، صحيح هادشي تحقق خلال سنه 2013 من فاتح يناير الى 31 دجنبير، تحققت عده امور على المستوى الاقتصادي. اليوم ملي كنشوفوا عدد من المنظمات الدوليه كبحال اللجنه التنفيذيه ديال الصندوق النقد الدولي ولا اوكسفورد ولا غيرها من المنظمات اليوم تشيد باقتصاد الوطن. علاش تشيد به؟ لان استطعنا نخرجوا من 2012 اللي كانت فيها ازمه اقتصاديه وازمه سياسيه، وبهذه الحكومه الثانيه اللي كنعتبروها احنا نجاح للمغرب، كيمكن تسجل عليها عده ملاحظات، ادخلوا لا تقنقراط، ارى كثيره العداد، ارى قليله في النساء، هادشي كله يمكن نقوله، ولكن هي نجاح للمغرب. علاش؟
لان اعطتنا واحد النوع من الاستقرار على المستوى السياسي، ونجحنا كمغاربه اننا النموذج ديالنا نديروا واحد الحكومه وحده اخرى. الطرف الاخر الذي يشتغل على ايقاف عجله الاصلاح استعمل جميع الوسائل من داخل الحكومه ومن خارج الحكومه ولم يستطع، وبالتالي كنعتبره هو نجاح. اليوم الاستقرار ديال المغرب هو اللي كيتباع. شحال هذه من كانت كتجي المنظمات الدوليه، وعارف في عهد حكومه السي عبد الرحمن اليوسفي وسطو، وحتى في حكومه عباس الفاسي، ملي كانت كتجي المنظمات كانت كتجي عند المعارضه اللي كنا حنا، اذا بغى شي واحد ياخذ منا الدروس كيفاش كنا كنشتغلوا، كانت كتجي عندنا المنظمات، كنا كنتحملوا مسؤوليتنا وكنقولوا بلادنا فيها وفيها وفيها وفيها، ولكن ها الجوانب الايجابيه واخا حنا في المعارضه. علاش؟ لان هذيك الساعه كنقولوا بلادنا والسمعه ديالها والثقه ديالها والاستقرار ديالها هذا هو اللي كنبيعوا، هو اللي كيجيب لنا استثمارات. ثالثا خليني نقول لك بانه اليوم ملي كنشوفوا الاقتصاد الوطني، داك الشيء الازمه اللي عشناها اليوم، ربحنا جوج نقاط على مستوى النمو، جوج على مستوى تراجع العجز في الميزان التجاري، جوج نقاط على مستوى العجز ديال الميزانيه. هذا ماشي شي حاجه بسيطه في سنه. الناس باش الامور تكون واضحه، ملي كنتكلموا على المؤشرات الماكرو اقتصاديه كثير من الاحيان كيقول لك هذه ارقام. لا، ملي كنتكلموا على التشغيل راه نسبه النمو كتلعب درجه مهمه في انشاء هاد يعني الحق، لان ربما الناس ما تيلمسوش الانعكاسات ديال هاد الارقام اللي تقول على الوضع ديالهم المعيشي. راه الناس شتي في الارتسامات كلشي تيقول لك الزياده الاسعار مباشره غير مباشره. في جمل غادي نقول بانه لولا ان الحكومه دارت اجراءات مهمه على المستوى يعني الماليه العموميه، ما كناش اليوم نتكلموا على هذا الاستقرار اللي كنتكلموا في يعني ملي كنهضروا على التضخم كنهضروا على الاثمنه واخا الناس كتقول راه زادوا عطونا غير اللائحه اللي كان يمكن تكون اغلى من هذا الارتفاع. انا اؤكد لك لولا الاجراءات اللي اتخذتها الحكومه كانت المشاكل الاقتصاديه ستتعوض، والمشاكل حتى الماليه وحتى الاقتصاديه. كيفاش غتجي هاد الاستثمارات؟ اليوم ملي كنفتخروا بان دزنا 32% 32 مليار ديال الدرهم، 40 مليار فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجيه، زياده 25%، منين جات؟ لان هذوك الاستثمارات كتجي كدير تشغيل كدير نمو كدير كتحرك عجله ديال الاقتصاد. فاذا هادو كلها استطعنا خلال هذه السنه، وخاصه مع دخول الاخوان ديال الاحرار. انا قلت كنشتغلوا في واحد الاريحيه، اذا نشوفوا لا في البرلمان ولا في نشوفوا الاحرار كيدخلوا هذه التجربه. السي الطالبي، كيفاش دخلتوا لهذه التجربه الحكوميه؟ واش تعتقدوا بان اللمسه ديالكم بدات تتبان في هذه الحكومه، خاصه انكم تتشرفوا على قطاع كبير اللي هو مهم وحيوي اللي هو الاقتصاد والماليه؟ انا غير بغيت ناكد السي عبد الرحمن غادي يمشي لادم سميث 1776 في واحد كاتب في الكتاب ديالو ثروة الأمم، وهذه حفظتها: يخطئ من يظن أنه يمكن أن يحقق تنمية اقتصادية بدون ثقة. العنصر ديال الثقة هو رأس المال، هو رأس المال. العملية اللي تكلم عليها الأخ عبد الله بوان وداك الشيء اللي عشناه، داك الحراك، وكنعتبره طبيعي طبيعي، في زعما واخا فيه جوانب سلبيه عنده جوانب ايجابيه. حنا كنأسوا مرحله ما بعد الدستور، طبيعه الحال كانت تحول على جميع المغاربه وجميع المكونات ديال المغرب، وبالتالي التأقلم ما استطعناش نعملوه خلال سنتين، ما قدرناش خلال سنتين يعني البدايه سنتين. من بعد دابا التأقلم بدا كيطرح نفسه، بدينا كل واحد بدا كيتحمل مسؤوليته. في إطار التحمل المسؤولية، ويجب أن نتحملها كاملة ومنسجمة. ما يمكنش نكون أنا كنسير ونبدا نتنصل من بعض القرارات المؤلمة. القرارات المؤلمة ضرورية ما تكون، ضرورية ما تكون. لما كنتكلموا على الأسعار، هناك عنصرين رئيسيين. العنصر الأول هو مسألة ديال التضخم، والتضخم بشهادة الجميع ما فاتش 1.5%. تخيلكم كان عندنا التضخم ديال 10% ولا 15%، ولكن التضخم باش ما كانش، شنو السبب ديالو؟ مجموعة الإجراءات الأخرى اللي دارتها الحكومة، لما جات الحكومة وقرارات مؤلمة ولكن شجاعة. شجاعة ما معطياش لأي حكومة. كيمكن لينا ندخلوا في الشعباوية
ونجي نقولوا ودي لا انا باش ما يتكلمش ذاك المواطن وما نألموش في هذا، ولكن كيبقى مواطن منعزل ما دار بها الوطن. احنا باش يربح الوطن قبل المواطن مشات الحكومه لهذه الاجراءات المؤلمه، وقفت الاستثمار 15 مليار، وقفت استعملت مجموعه الاجراءات بلا ما ندخل لها. وملي كانت في الحوار السابق هنا قلت لك انا مشينا للبرلمان طرحنا الاسئله على الامور اللي كنعتبروها ذات اهميه، اما الامور اللي ما عندهاش اهميه ما كنطرحوش فيها اسئله وما كنبقوش نتناقشوا فيها، لانه ما غاديش ناثروا النقاش العمومي وغادي نبنيو النقاش ديالنا كله على هذا. لماذا هذا الانسجام الحالي؟ هذا هو السؤال، ماشي الانسجام كاين، الانسجام كاين ولكن لماذا؟ وهو كيحمل الجواب ديال واحد المجموعه ديال الاشاعات اللي كانت تعملات وقت المفاوضات على تشكيل الحكومه اللي خدات 3 شهور ما كايناش في التاريخ، لان تما توضعت النقاط على الحروف ديال الاشتغال كيفاش غنشتغلوا. السي رشيد ركبان تطرق للمساله ديال اللي كنوجدوا له ديال الاولويات. سهله الخدمه عندنا سهله لانه تاسس خلال 3 شهور. الميثاق ديال الاغلبيه باقي ما خرجش، كنشتغل فتناه تجاوزناه، ديك المبادئ الرئيسيه اللي وضعنا تجاوزناها. شنو الهاجس؟ ماشي باش تربح العداله ولا يربح التجمع الوطني الاحرار ولا باش يربح الحركه الشعبيه او التقدم الاشتراكيه او يخسر شي واحد اخر. حنا كلشي باغي نربحو. انا متيقن والاخوان كلنا متيقنون ان المغاربه كلهم حتى واحد ما كيبغي الضرر للمغرب، ولكن حتى واحد ما يتزايد على الاخر في الوطنيه. نطرحوا الاشكالات بشكل واضح مسؤول ولقاو لها الحلول. لما كنتكلموا على الاصلاحات الكبرى وهذا هو التجمع الوطني الاحرار اللي منخرط فيه بمسؤوليه، لما كنتكلموا على صندوق المقاصه الجميع يتحدث عن اصلاح صندوق المقاصه لكن الجميع يرفض نتائجه، وما يمكنش. واما غنعملوا الاصلاح يا اما ما نعملوهش. ما مناش كنأجلوا المشاكل، شكون اللي غادي يؤدي الثمن ديالو؟ الاجيال، المستقبل. اصلاح صندوق التقاعد داكور كلشي متفق باش نعملوا اصلاح صندوق التقاعد، لكن كلشي باقي يرفض النتائج ديالو. المعارضه عفوا قالوا بان ما تتشركوهاش في هذا المشاكل الكبرى ديال البلاد في هذه الاوراق. دابا المشاركه والمواطن العادي تما كيتكلم في التلفزيون درتي معاه هذا الروبورتاج، هو عارف بانه كاين اصلاح صندوق المقاصه وعارف بانه هذا وكاين الكتب يوميا كيتكتب وهذا. شنو هو هذه المشاركه؟ كيفاش هذه المشاركه؟ كاين المشاركه وكاين قصيتهم من ما قصينا حد. ماذا؟ انا كنت في المعارضه واليوم في الاغلبيه وكاينه في الميثاق اللي كيتكتب الملفات الكبرى ستطرح للنقاش على الجميع. نموذج غدا غادي ندوزو غادي يتم العرض ديال القانون التنظيمي لقانون الماليه. جات الحكومه، حنا كنا في المعارضه وعرضاته في اللجنه وعطاتنا فرصه باش كتبنا باش جاوبنا كتابه يوم دراسي. لا بلاتي هذا وتعمل يوم دراسي وكل واحد عطى الراي ديالو ومشى داك الشيء وعاود تطبخ في الامانه العامه للحكومه وخرج المشروع عن النص. وإلا كانت المشاركه راهي هذه شي حاجه اخرى اللي غنتشاركوا فيها يجي يقول لي اودي لا ما تعملش هذه خصك تعمل هذه. انا اللي كنتحمل المسؤوليه ديال التدبير اذا القرار النهائي كيبقى عند الاغلبيه ديال الديمقراطيات. نسمعك ماشي نشاورك وما نديرش في رايك. وإلا كان عنده مقترح وهذا الشيء كنعيشوه في القوانين القانون الماليه 15 تعديل ديال المعارضه اللي قبلت الحكومه واللي قبلنا وصوتنا عليه. شنو هذه؟ ماشي مشاركه. لكن نجيب انا مقترحات اللي كتخرب لي الهيكله كلها وما كتخلينيش نوصل للاهداف، عاود هذا ما يمكن ليناش نقبلوه، لانه حنا عندنا مسؤوليه ديال البلاد ومسؤوليه غنتحاسبوا عليها غدا امام المواطنين. اذا هذه المشاركه نعم لاشتراك المعارضه هنا واللي كيعطيها الدستور وكيتكلم على المعارضه المؤسساتيه. المعارضه اللي خارج البرلمان كيفاش غنعملوا معها؟ ما عندهاش حق، ماشي مغاربه حتى ما عندهم الحق. حتى راه كنسمعوهم لما كيكتب في الجريده، لما كيتكلم في الراديو، لما كتستقبلوا في التلفزيون كنسمعوا لهم. كاين المجتمع المدني، كاين المجتمع المدني، كاين اليات ديال التنسيق اخرى باقا ماشي متطوره في المستوى اللي خصنا نوصلوا له. غادي نوصلوا له، حنا كنبنيو كما قلت لك، حنا سنتين بعدا غير ديال الاستقرار ديال باش هذا. هادشي كله هادشي كلشي ما مزيانش. والصباح كان عندنا نقاش داخل الجلسه العامه، انا غير بغيت نطرح اسئله بسيطه جدا ديال مواطن عادي، لانه بعض المرات ما كيتركبوش في دماغي. نعم. هاد النموذج المغربي الذي
نتباهى به على المستوى الدولي.